بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا سميع ويا بصير، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي تجليت عليه بقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو صلى الله عليه وآله وسلم السميع البصير. صلاة تكون بها سمعي وبصري، فأصبح ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأبصر بها عجائب آياتك في مصنوعاتك، فأزداد إيمانا على إيمان وإيقانا على إيقان يا رحمن. اللهم يا حكم يا عدل، يا من يحكم في كونه لا معقب لحكمه، ويا من حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين العباد محرما، وأمرت بالعدل بقولك اعدلوا هو أقرب للتقوى. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي أنزلت إليه الكتاب ليحكم بما أريته فيه من أحكامك، وجعلت علامة الإيمان قبول حكمه والاستسلام لقضائه، فقلت وقولك الحق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فكان أحكم من عدل وأعدل من حكم. صلاة أرضى بها بأحكامك، وأعدل بها في أحوالي وأعمالي، فلا غضب يدعوني إلى الجهل أو الظلم، ولا إفراط ولا تفريط في طاعة ولا عبادة، وأعدل في أحكامي فلا أزيغ أو أضل، فتهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وأن أرى الحق حقا وترزقني اتباعه، وأرى الباطل باطلا وترزقني اجتنابه ظاهرا وباطنا، لتختم لي بخاتمة السعادة يا الله، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. اللهم يا لطيف، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي لطفت به لطفا ذاتيا فلم يدركه سابق ولا لاحق، وأغنيته لتغني به الأكوان، وهديته لتهدي به إلى صراطك المستقيم، فصار ليس كمثله مخلوق، لأنه رسول من ليس كمثله شيء. صلاة أرى وأشعر وأحس بلطفك الخفي بي في جميع شؤوني الظاهرة والخفية، لأتحقق بذلك مسلما نفسي إليك ومتوكلا عليك ومفوضا أمري إليك، ثقة فيك ورضا بك يا لطيفا بالعباد، يا من لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمر الأندلسي الأزدي المصري مقاما ومقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين آمين. الحديث 49، حديث رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وهو دليل على الذكر الجهري في غير الصلاة، لأن الصلاة فيها ذكر جهري، لأن فيها جهرية وسرية، فلا تحتاج لدليل. الصلاة هي ذكر وفيها ذكر جهري، فجر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك ولا وابتغي بين ذلك سبيلا. فاختار النبي الصلوات الليلية جهرية والنهارية سرية، وجعل تكبيرات الانتقال جهرية في الكل، فدل على أن الذكر الجهري وارد لمن يعترضون على الذكر الجهري، فهم يعترضون بغير دليل، بل الدليل على خلافه. فالصلاة أعلى الذكر، وفيها الجهر والسر، وفيها الحركة والسكون، فالذكر من الحركة والسكون ومن الجهر ومن السر، كله وارد في داخل الصلاة اللي هي نموذج لذكر الله.
وفيها الذكر جماعة وفيها الذكر منفرد، لأنك قد تصلي جماعة وقد تصلي منفرد، ففيها دليل على الذكر الجماعي والذكر الانفرادي، كل ده في داخل الصلاة. ففي خارج الصلاة هل هناك دليل أيضا على الذكر الجهري خارج الصلاة؟ لأنه ربما يضيق أفق بعض الناس يقول لك طب في الصلاة لكن خارج الصلاة ما سمعناش. نقول له لبيك اللهم لبيك، هذه ذكر الحاج والمعتمر، والسنة فيها أن يجهر به، فدل على أن هناك ذكر جهري في غير الصلاة أيضا. هناك تكبيرات العيد، تكبر في العيد خارج الصلوات وبعد الصلوات جهرا وجماعة وإن منفردين، فالذكر الجهري وارد ومعمول به في السنة من لدن الصحابة. ثم هناك هذا الحديث الذي في صحيح البخاري، وهو أنهم كانوا يجهرون بالذكر بعد ختام الصلاة، عندما ينتهون من الصلاة يجهرون بالذكر، حتى أن الذي يأتي إلى المسجد يسمع الذكر جهرا يعلم أنهم قد انتهوا من الصلاة، فكان علامة على ذلك. فدل ذلك على أن من ينهى الناس عن الذكر الجهري أو الجماعي لا يعلم السنة ولا يعرفها، وليس له حظ من العلم أصلا، بل حظه غاية حظه هو أنه يصد عن ذكر الله. فنسأل الله له أن يتوب من ذلك، وأن يتعلم ويعود إلى حظيرة المسلمين وإجماع المسلمين مرة أخرى. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن لو ختمنا الصلاة جماعي جهرا يجي بعض الناس يقول لك ده بدعة، الآن بتحصل في بعض المساجد، هذا خطأ، لم يقرأ للبخاري ولا صحيح مسلم ولم يقرأ السنة ثم يدعي أنه من أهل السنة. أي سنة هذه؟ سنة الجلباب القصير واللحية الطويلة والغطرة، هذه هي السنة التي يعرفها فقط، ولا يعرف من السنة إلا مظهر هذه المظاهر فقط، أما حقيقتها فهو أبعد الناس عنه، فعليه أن يعود مرة أخرى لمعرفة السنة ولا يعترض على ما ورد في الصحيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فدل على أن الذكر في الملأ جهرا يثاب عليه، وأن الله يعاملك على حسب حالك في الذكر، إن ذكرته سرا ذكرك سرا، وإن ذكرته جهرا ذكرك جهرا. كل هذه أحاديث واردة، أين السنة التي يتحججون بها في صد الناس عن ذكر الله؟ لا يوجد لهم في هذه سنة سابقة إلا سنة الشيطان، لأن ذكر الله يؤذي الشيطان، فما إذا أذاهم هذا الذكر دل على أنهم متلبسون بمذهب شيطاني إبليسي يصد عن ذكر الله لا يعرفه المسلمون، بل المسلم المعتاد ينشرح صدره بذكر الله، وبمجرد أن يرى الذاكرين ينشرح صدره إلى هذا، ونرى منهم هؤلاء بمجرد أن يرى الذاكرين ينقبض وينهاهم ويفرقهم، ولا يحبهم أن يجلسون جماعات يذكرون الله، ولا يرتاح إلا إذا تفرقوا وانفرقوا، شيء عجيب. يقول سيدنا أبي جمرة تعليقا على هذا الحديث: ظاهر الحديث يدل على أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرفوا من المكتوبة يعني صلاة الفريضة يسمع رفع صوتهم بالذكر والكلام عليه من وجوه. معروف ان الذكر بعد المكتوبة اللي هو ختام الصلاة، مش كده برضو؟ هو الذكر بعد الصلاة المكتوبة هي ختام الصلاة، يرفع صوتهم بالذكر بعد المكتوبة يعني يختموا الصلاة جهرا، واضح؟ الحكاية سهلة. فلو في مسجد بيختموا الصلاة جهرا لا بأس، في مسجد آخر بيختمها سرا لا بأس، لأنه لا بأس بالذكر جهرا ولا بأس بالذكر سرا، فلا تعترض على هؤلاء ولا تعترض على هؤلاء، بل سلم الأمر لله، لأن هناك من يجد نفسه في الذكر الجهري وهناك من يجد نفسه في الذكر السري، فهذا له ناس وهذا له ناس،
والله سبحانه وتعالى جعل طرق الوصول إليه تناسب كل مشارب الناس. الوجه الأول تبيين الكيفية فيه، وهل كان ذلك عاما في الخمس أو هو خاص ببعضها. أما الجواب على أنه عام أو خاص فمحتمل لهما معا، يعني يحتمل أن هما كانوا بيختموا في الصلوات الخمسة، ويحتمل أن هما كان النبي بيختم الصلاة مع الصحابة جهرا في إحدى الصلوات الخمس تعليما لهم وتدريبا لهم حتى يعلموا كيف يختمون الصلاة في بقية، يحتمل هذا ويحتمل هذا. أما الجواب على أنه عام أو خاص فمحتمل لهما معا، والأظهر أنه خاص من حيث ترجيح الشيخ جعله خاص، والدليل على خصوصيته يؤخذ من أحاديث منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بوجهه المكرم على الصحابة رضي الله عنهم فيقول: هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله من الحديث. وبقي يحدثهم، فإذا بقي هو عليه الصلاة والسلام يحدثهم فلا شك أن الأكثر والخلفاء رضي الله عنهم يجلسون معه. في اعتراض على كلام الشيخ أبي جمرة وهو سلطان العلماء وعلى عيننا وعلى رأسنا، هو بيعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاة الصبح يسأل الناس من رؤية. طب ربما التفاته بعد ختام الصلاة، إيه المانع؟ إيه اللي يمنع أن يكون التفاته بعد ختام الصلاة، خصوصا أنه حث على أنه الإنسان في صلاة الصبح يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات قبل أن يلتفت، ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النيران 7 مرات، هكذا في صلاة الصبح وهكذا في صلاة العصر. ثم بعد ذلك حثنا على قراءة آية الكرسي بعد ختام كل صلاة، وحثنا على التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 33 33 والتكبير 34 تكملة 100، فدل على أن التفات النبي وسؤاله لمن رأى رؤيا كان بعد ختام الصلاة المعتاد، هنا جعله قبل ختام الصلاة. لماذا؟ كلام قابل للمناقشة، واضح؟ وعلى شكل ليس كل كلام عالم مسلم، هو تصور هذا لا بأس إن النبي يعمل كده أحيانا وما يعملش كده أحيانا، محتمل إنه أحيانا كان يعمل كده يسأل على طول، ومحتمل إنه أحيان أخرى كان ينشغل بذكر الله حتى تطلع الشمس ولا ينصرف حتى يصلي صلاة الضحى، وأحيانا كان يأتي أهل المدينة بالماء بعد صلاة الصبح للنبي ليضع يده فيها تبركا، كل واحد يجيب أنية المياه بتاعته يبعتها مع أولاده إلى رسول الله حتى يضع يده فيها، حتى أنه كان يضع يده في الليلة الباردة تطيبا لخاطر الصحابة، ومعروف أن الإنسان في الليلة الباردة ما يحبش يحط يده في الماء، لكن النبي تطيبا لخاطرهم كانوا يأتون إليه بالماء في الليلة الباردة اللي هو المياه التي يشربونه في بيوتهم، المياه التي يطبخون بها ويخبزون بها خبزهم، كانوا يحبون أن يضع النبي يده فيها تبركا باليد الشريف، ورد ذلك في الأحاديث الكثيرة عن ذلك. يبقى دل على أن النبي كانت له أحوال كثيرة بعد الصلاة المكتوبة، أحيانا كان يذكر وينشغل في الذكر، أحيانا كان ينشغل في حاجة الناس، وأحيانا يسأل عن رؤاهم فيؤولها لهم، وأحيانا كان يضع يده في المياه تبركا وتبريكا لها، كل هذا وارد توسعة على الناس حتى لا تكون هناك عادة لازمة ملزمة بحيث أن تاركها يكون مخالف للسنة، فهذا في حد ذاته توسع على الناس، فيكون إذا ترك الذكر في هذه اليوم له برسول الله أسوة أحيانا، وإذا فعل فعل وسأل الناس عن عما يشغلهم يكون له برسول الله أسوة، وإذا مكث يذكر الله يكون له في رسول الله أسوة، يكون له في رسول الله أسوة على كل حال. وهذا من عظم بلاغه صلى الله عليه وسلم لتكون متأسيا به على كل حال مهما اختلفت الظروف. الوجه الثاني أن أهل الصفة من الصحابة اللي هم فقراء الصحابة كانوا يسموهم أهل الصفة، اللي هم الشباب غير المتزوجين من الصحابة والذين ليست لهم بيوت يعيشون فيها، فكان النبي مظلل لهم مكان في مسجده الشريف خلف حجرته يمكثون فيه يعيشون فيه، يبيتون ويأكلون ويشربون فيه، والنبي كان يطعمهم، وكان عددهم إذا قلوا
يبقوا 70، وإذا زادوا يعني اجتمعوا يبقوا 380، يعني عدد ليس بالقليل. أحيانا ينشغلوا في بعض الغزوات، أحيانا يخرجوا فيقلوا. وكان أمير أهل الصفة سيدنا أبو هريرة، هو اللي بيجيب له أخبار أهل الصفة للنبي، يقول له مثلا موجود كذا، يقوم يبعت له طعام يكفيهم، أو عايزين حاجة يقوم يبلغ النبي له فيبلغهم، كان هو المسؤول عنهم. أهل الصفة اللي هم كانوا متفرغون في ملازمة النبي في المسجد ليل نهار، لا يفترقون عنه، ومشغولون بذكر الله ليل نهار، وهم الذين بعد ذلك كانوا في الأمم التي جاءت بعدهم والقرون التي جاءت بعدهم، هم فقراء الصوفية الذين تجردوا لذكر الله وتفرغوا لذكر الله، فكان لهم أسوة من أهل الصوف الذين قال الله لنبيه فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هؤلاء هم أهل الصوف، يعني أمر النبي أن ألا يلتفت عنهم وأن ينشغل بهم وأن يهتم بهم وأن يليهم اهتمامه ودعاءه ونفقته عليهم ورعايته لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه وراثة رعاية ومدد وإطعام لمن تفرغ لطاعة الله من أهل الصوفية، أنه تحت عين النبي بنص هذه الآية. فإذا دخلت في زمرة الصوفية المتفرغون لذكر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت عنك ولا يعترض عليك، بل يعينك ويمدك ويغذيك وهو في قبره غذاء روحيا نفسانيا بدنيا، لأن الخزائن الأرض أوتيها النبي والناس يأخذون أرزاقهم من يد النبي، فالله هو الذي يرزق، ولكن جعل الرزق في يد النبي يقسمه على وفق المشيئة. ولذا قال: إنما أنا قاسم والله يعطي، صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني أن أهل الصفة من الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجون من المسجد إلا عند حاجة البشر، يعني يقضي حاجته، يعني يبول، يتغوط، يستحم، وكانوا يديمون الجلوس في المسجد، ومنهم من يبقى في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى لما فيها من الأجر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، اللي هي ثلاث مرات تأكيدا، اللي هو إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الكتل للمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فلم يبقى أن ينطلق عموم هذا الحديث إلا على الخصوص، وهو ما جاء في حديث ذي اليدين في قوله: خرج السرعان وهم الذين لهم الأشغال الضروريات. يبقى الصحابة كان منهم مديم الجلوس في المسجد حتى بعد المكتوبة، وهم أهل الصفة، ومنهم أهل التجارة وأهل الزراعة وأهل الأعمال، كانوا ينصرفون بعد المكتوبة إلى أعمالهم ثم يعودون للصلاة التي تليها، فكانوا صنفان. في قوله: خرج السرعان وهم الذين لهم الأشغال الضروريات، فيذكرون إثر الصلاة لما جاء فيه لئلا يفوتهم شيء من المندوبات، فيخرجون مسرعين، فإعلانهم بذلك من أجل سرعتهم، وهم رضي الله عنهم الكل محافظون على المندوبات، من أجل أنه إذا كان أحدهم خارجا وهو يذكر سرا قد يأتي من يكلمه ويشغله فيحترم الذكر، فإذا كان ذكره جهرا من أجل هذه العلة كان أفضل، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الذكر الخفي يفضل الذكر الجلي 70 درجة، هذا إذا كان جميعا بغير علة لما قد يداخل الجهر من الرياء. وأما مع هذه العلة إنه هو بيذكر جهرا حتى لا يأتي أحد يشغله في حديث، يبقى في الحالة دي يبقى الذكر الجهري أفضل، لأن الناس يشوفوا ذاكر يوم ما يفتحوش معاه مواضيع أخرى، كأنه بيصد الناس أن يشغلوه بأنه بيجهر بالذكر، واضح؟ فإذا كان بهذه العلة يبقى هو بيقول هنا أن سرعان الناس الذين لا يمكثون في المسجد هم الذين كانوا يجهرون بختام الصلاة وهم منصرفون حتى لا يشغلهم أحد عن ختام الصلاة وهم منصرفون إلى حاجته. ده التأويل اللي عايز يصوره سيدنا أبي جمرة حسب فهمه لهذا الحديث وتصوره. يبقى سرعان الناس هم دول اللي كانوا بيجهروا بالمكتوبة وهم منصرفون يختمون الصلاة جهرا حتى لا يشغلهم أحد يقابلهم في طرقهم فيشغلهم عن الذكر إذا رآهم يذكرون جهرا، واضح؟
هذا تأويل. سبب قوله واعلم، والله أعلم، سبب قوله صلى الله عليه وسلم فالجهر الذكى أفضل، وقد يكون والله أعلم سبب قوله صلى الله عليه وسلم الذكر الخفي أفضل الجهر 70 درجة خوف دوامهم على الجهر، كما ذكر راوي الحديث، واحتمل أن يكون ذلك من العرب الذين كان إسلامهم عن قريب فلم ينهوا عن ذلك لما فيه من التأنيس لهم والتحبيب للإيمان، وأخبر الغير بالأفضل ليعملوا عليه مع الإمكان، وسكت للبعض على الإعلان ليدل على الجواز، فيكون فيه لأهل البدايات وأهل الأعذار أسوة، فالدين يسر. يبقى أهل العلم واللي عارفين الذكر لهم أن يذكروا سرا، فالذكر السري ليس فيه جهد كبير فيعينهم على أنهم يذكروا مدة طويلة، والذكر الجهري فهو فائدة لحديث العهد بالإسلام يأنس به ويتأنس به ويظهر شعيرة الدين ويطرد عنه الكسل ويعلم غيره. وأحيانا يكون الذاكر جهرا يذكر سرا أحيانا، والذاكر سرا يذكر جهرا أحيانا، فيكون في كل حال لك أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين يسر، فلم يلزمك بطريقة ذكر معينة فقط وغيرها لا تجوز، بل يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني على كل أحوالهم. أدي المعنى. وأما الكلام على الكيفية في الذكر هنا فيحتمل وجوها، منها ما قدمنا الكلام فيه وهو مخافة أن يفوتهم الذكر المأثور إثر الصلوات، وهو 33 من التسبيح، ومثله تحميد، ومثله تكبير، وختم 100 بلا إله إلا الله. واحتمل أن يكون الذكر المأثور عند الخروج من المسجد، وهو قول الخارج بعدما يقدم رجله اليسرى في الخروج بسم الله اللهم افتح لي أبواب فضلك، لأنها هي السنة وهو الأظهر، ويبقى الحديث على ظاهره، وتكون فائدة إظهارهم لذلك أن يتعلم هذه السنة من لم يعلمها، ويتذكر صاحب الشغل الضروري إذا سمعها، فيكون له الأجر في الذكر من وجهين، من نفس الذكر وما يتعدى به للغير من الخير، لأنه قصد بإعلانه التعليم والإلهام لهم، يلهم غيره بالذكر فيقوم يفكروا فيذكر، ويعلم غيره إن كان لا يعلم، فلها فوائد كثيرة. ومعلوم أن العبادة التي يتعدى خيرها إلى الغير يكون ثوابها أعلى من العبادة القاصرة على الإنسان، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه حين سأله سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم لما ترفع صوتك بالقراءة بالليل، فأجاب بأن قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أوخذ الوسنان، سيدنا عمر لما كان يجي قيم الليل بالليل يعلي صوته، سيدنا أبو بكر كان يخفض صوته خالص محدش يسمع، فسأل سيدنا أبو بكر أن يرفع صوته قليلا حتى يطرد الكسل، وقال لسيدنا عمر اخفض صوتك قليلا، لما سمع سيدنا عمر بيقول له أنا برفع صوتي حتى أوقظ الوسنان يقوم يذكر معايا فيتشجع، وأطرد الشيطان لأن الشيطان مع الجهر بالذكر ينطرد، فأقره النبي على ذلك بعد أمره له بالخفض قليلا. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعملون شيئا من الأعمال إلا بنية صالحة وعلم من الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الوجه من الفقه تقديم النية على العمل. يعني احنا في زماننا ده تلاقي الناس تتكلم قبل ما تفكر وتعمل قبل ما تنوي، في زماننا ده زمن التسرع، في حين ان الصحابة كانوا يفكروا قبل ما يتكلموا وكانوا ينووا قبل ما يعملوا، علشان كده عملهم كان مثمرا وكلامهم كان محفوظا على مر الأجيال تهتدي به الناس. فعلينا أننا نرجع لهذه السنة العظيمة، وهي أن الإنسان يفكر قليلا قبل أن يتكلم لما يقول وكيف يقول حتى لا يندم، وقبل أن يفعل أي شيء ينوي. أنت بتروح المدرسة
انوي نية. انت رايح المدرسة ليه المدرسة؟ رايح المدرسة عشان تاكل السندوتش؟ ولا عشان تلعب في الحوش؟ ولا رايح المدرسة علشان تقابل صحابك وتتسلى لانك لما بتقعد في البيت بتبقى زهقان؟ ولا رايح المدرسة عشان تطلب العلم لعل الله ينفعك وينفع بك؟ فعليك انك انت ترفع الهمة نيتك، فيصبح ذهابك للمدرسة وللجامعة في طلب العلم، ومن خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، يبقى مع النية، غير اما تبقى ماشي كده مع القطيع. اصل النتيجة بنات ورحنا الجامعة ورايح كل يوم الجامعة. طب رايح تعمل ايه الجامعة؟ رايح علشان اخد شهادة واتوظف، يبقى نيتك قاصرة على الدنيا. طب ما تعليها احلى، رايح علشان اطلب العلم اللي انفع بيه نفسي وانفع بيه بلدي واحصد به الرزق الحلال. يبقى انت كده خليتها دنيا واخر. يبقى لازم الواحد قبل ما يعمل أي... انا رايح اتجوز، هتجوز ليه؟ هتجوز عشان اجيب واحدة عكنن عليها واتأمر عليها واقرفها معايا؟ ولا هتجوز مثلا علشان اعمل اسرة مسلمة واراعيها واقوم عليها؟ الرجال قوامون على النساء يعني بالرعاية والعناية والنفقة، وعشان أقيم بيت وعشان أكمل ديني، ولا بتجوز عشان أطلع ديني؟ وممكن تتجوز عشان تطلع دينك. تطلع دينك إزاي؟ إنك تظلمها، فلو ظلمتها طلع دينك، فكان قلتها أحسن، مش كده برضو؟ لكن لو تزوجت وأحسنت إليها يبقى كملت دينك وصرت أبا بعدما كنت أعزبا، فشعرت بالأبوة وبالرعاية وبتربية الأولاد. كل دي ثواب أعمال وعبادات كثيرة لا يدركها إلا المتزوج، فهي فيها تكميل للدين لا شك في ذلك. وعشان تعف نفسك وعشان تعفها وعلشان تقيم شرع الله، يبقى أنت ممكن الزواج تحوله إلى شهوة حيوانية فقط، وقد تحوله إلى دين وعبادة دنيا وأخرى. يبقى كل حاجة في النية. انا دلوقتي هشتري مثلا بيت، اشتري بيت ليه؟ اشتري بيت لازم يكون من رزق حلال، عشان ما اشتريش البيت من رزق حرام، لان لو اشتريت بيت من رزق حرام يبقى كاني بالظبط كل العبادات اللي هعملها في هذا البيت غير مقبول، ولابد ان تكون من ارض غير مغصوبه. ما اروحش انا ارض وضع يد يعني مغصوب، واروح شاري بيت مبني على ارض وضع يد ليست لها مالك. طب ما انا كده بشتري بيت في ارض مغصوب، ما ينفعش. لازم اشتري بيت في ارض معروفه مين مالكها، وما تكونش معموله خارجه عن التنظيم، لان التنظيم ده معمول لايه؟ علشان ننظم حياه الناس. والنبي نهى ان الانسان يبرز ببيته على قارعه الطريق حتى لا يؤذي المره، يعني حتى نظام المرور والطريق وتنظيم المدن النبي اتكلم عليه، وقال ان الطريق على الاقل يبقى 6 أذرع اللي بين البيوت، 6 أذرع على الاقل، عشان 6 أذرع في عصر النبي يستحمل جمل رايح وجمل جاي، يعني عربيه رايح وجاي اتجاه ايه؟ هو خلاها 6 أذرع ليه؟ عشان لو الجمل حطت عليه الرحل وجمل تاني حطت عليه رحل جايين رايحين مقابلين بعض يوم يعرفوا يعدوا، مش ده يستنى على ما ده يعد وده يخش، لا. يبقى النبي علم الناس حتى نظام ايه؟ نظام المدن وتخطيط المدن. فلما اجي انا اشتري بيت بارز على الشارع او اعمل بيت بارز على الشارع، انا كده بخالف شرع الله، يبقى انا كده بعصى ربنا. يقول لك اصل انا بتخذ بيت علشان البيت ده شيء ضروري للانسان. طب ما هو ضروري للانسان بس يبقى حلال، ما يبقاش بيضيق على الناس. لازم افكر قبل ما اعمل اي نشاط، احوله بالنية الى عباده لله خالص. حاجه باكل، اكل ليه؟ قبل ما اكل اعرف ان ده رزق حلال، والاكل ده اصلا حلال في ذاته، وان مصدره حلال، وان بتقوى بيه على طاعه الله، وبشعر بجمال الطعام حتى اشعر بايه؟ بلذه نعمه الله علي، لان النبي كان ياكل اطيب الطعام. حولتها الى طاعه. ولما اجي اكل ما اكلش الا اذا كنت جعان، واذا اكلت لا اشبع عشان تبقى عباده، وإلا ما تبقاش نهم، أبقى شبعان ويلاقي أكلة حلوة برضه كلها نهم بقى. ده الحيوان ما بيعملش كده. أنت لو جبت كلب ولا قطة شبعانة وجبت له أحلى أكل ما يرضاش يمد إيده عليه، أما يجوع يأكل.
لكن الانسان ممكن تجيب له اكله حلوه وهو لسه واكل، يقول لك ادوق برضه هيجري حاجه، وبعد شويه يدوق تاني ويدوق تالت ويدوق رابع، لما يخلي معدته دي شر وعاء يملأه ابن ادم هو معدته، يبقى اصبح اكله مش عباده بقى، ده اصبح اكله شغلانه تانيه. يعني شوف الاكل والشرب والنوم والزواج والتجاره والحياه كلها لازم تبقى فيها نيه عشان تحوق. شوف قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. النبي يقول اول المسلمين، احنا نقول وانا من المسلمين. علشان كده الصحابه ما كانوش يعملوا حاجه الا بنيه، يبقى لابد ان يسبق النيه العمل ويسبق الفكر الكلام، لان احنا زماننا الكلام سبق الفكر والعمل سبق النيه، فهمت؟ فعلشان كده اصبحنا زمن الندامه، زمن الحسره والندامه. يعني لو عايز تدي عنوان لهذا الزمن تقول زمن الحسره والندامه، وما هو السبب؟ التسرع، الكلام قبل الفكر والعمل قبل النيه، فيؤدي الى الحسره والندامه. فربنا ينجينا يا سيدي. هذا على مستوى السياسيين وعلى مستوى حتى المثقفين والنخبه، ثم بعد ذلك على مستوى كل طبقات الناس. لان اذا كان المثقفين والنخبه اللي الناس يعني بينظروا اليهم ان هم اهل التنوير والمنورين بيعملوا كده، يبقى من باب اولى الناس العاديين، وبالتالي اصبح هذا الزمان ينطبق عليه هذه المساله، فعليهم ان يراجعوا انفسهم مره اخرى، يعودوا مره اخرى للحلم والاناء والفكر قبل الذكر والنية قبل العمل. ويترتب على هذا الوجه من الفقه تقديم النية على العمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم خير العمل ما تقدمته النية، وأن العامل يعمل من الأعمال إذا قدر أن يجتمع له فيه نيات من الخير عدة فليفعل، لأنه أكثر أجرا، إلا أنه يشرط أن يكون ذلك العمل غير واجب، فإنه إلا أنه يشرط أن يكون ذلك العمل غير واجب، فإنه إن كان واجبا وأضاف إليه في نيته نية عمل آخر فإن فيه خلافا بين العلماء، هل يجزئه عن فرضه وما نوى معا أو لا يجزئه عن واحد منهما أو يجزئه عن الأقل. يعني ما ينفعش في الفرائض تدخل فيها كذا نية، ما ينفعش أنا حصوم رمضان وفي نفس الوقت أدخل فيها نية صيام الاثنين والخميس سنة، ما ينفعش يوم الاثنين ده في رمضان يبقى لازم افرد ان هي ده صيام رمضان مش صيام الاثنين كسنة، ما دخلهاش معاه، ما دخلش مثلا نية قضاء رمضان ادخل في نية قضاء رمضان نية مثلا ايه صيام نذر علي، لان النذر فرض منفصل، او صيام كفارة لان ده صيام قضاء رمضان غير الكفارة، فما دخلش ليه فدي. فلا بد في امور الفرائض ان انا افرد النيه في الفريضه ولا ادخل فيها نوايا اخرى، خروجا من خلاف من لا يجيز ادخال نوايا اخرى ولو مندوبات مع الفريضه. يعني مثلا الشافعيه والمالكيه يجيزوا انك انت تدخل سنه داخل الفريضه، لكن ما ينفعش تدخل فرضين مع بعض، واضح؟ فممكن في الست شوال يصومها وينوي معاها قضاء ما فاته ويقضي الاثنين، هذا يجوز على مذهبهم، وفي نفس الوقت المستحب عندهم افراد كل بنيته خروجا من الخلاف. يبقى من حيث الفكر الفقهي قال لك يجوز، طب من حيث العمل قال لك الخروج من الخلاف مستحب. صوم الاول ست شوال لوحدهم عشان تفرد نية السنة دي، وبعدين تقضي ما عليك بنية منفردة حتى تكون عبادتك صحيحة على كل المذاهب، واضح؟ كل ده ليه؟ علشان تطمئن ان عبادتك عند الله محل نظر الله عز وجل. لكن احنا عندنا عبادة نية الفردين يخشوا مع بعض في وقت واحد في الحج بس، القارن في الحج بس، لان وردت ممكن يقرن الحج والعمره باحرام واحد وتؤدي عنه الفرضين في وقت واحد باحرام واحد وطواف واحد،
طواف يبقى طواف الركن عن طواف العمر، وطواف عمر، والسعي يبقى سعي حج وسعي عمر في ان واحد. ده الحج فقط، فهمت؟ ليه؟ لورود الدليل عليه وللتيسير على الناس، خصوصا ان الحج فرض في العمر ويكون في الزحام، فنظر الشارع في هذه الحالة رفعا للحرج عن الأمة أن يسر لهم ما لا يطلبه في غيرها من العبادات لتيسير العبادات الأخرى. فإن فيه خلافا بين العلماء، هل يجزئه عن فرضه وما نوى معا، أو لا يجزئه عن واحد منهما، أو يجزئه عن الأقل، أو يجزئه على الأعلى. أربعة أقوال. هذا ما لم يكن قارنا في الحج والعمرة، فإن هذا الموضع وحده مجمع على إجزاء للعملين معا بشرط إراقة الدم كما هو مذكور في كتب الفروع. فينبغي إن كان فرضا أن يفرد نيته خروجا من الخلاف من أجل أن تبقى ذمته على أحد الأقاويل عامرة بما كلف من أداء فرضه، ويقوي ما تقدم ذكره من أنه مخصوص بصلاة الصبح. هو عايز يقول لك أن الذكر العالي ده كان الظاهر مخصوص بصلاة الصبح، رأيه كده. أنه إذا أتى بمطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد ويكون تخصيصا له. إيه حكاية إذا أتى مطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد؟ دي قاعدة أصولية على فكرة في أصول الفقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول في الظهار، واخد بالك إزاي؟ تحرير رقبة من قبل أن يتماس. رقبة مطلقة، هو ما وصفهاش بحاجة، ما قالش رقبة مؤمن، ألف تحرير رقبة من قبل أن يتماس. يبقى كون الرقبة هنا مطلقة يبقى ممكن تبقى كافرة، تبقى مؤمنة، تبقى مسلمة، تبقى أي حاجة، مش كده برضو؟ لأن ده مطلق. لكن تيجي في كفارة القتل الخطأ يقول إيه؟ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. الرقبة مؤمنة يعني قيدها بالإيمان. يوم يقول لك ايه؟ نحمل بقى المطلق في الظهار، الرقبة المطلقة دي، على المقيد في القتل تبقى رقبة مؤمنة. ادي معنى حمل المطلق على المقيد. فهمت بقى المسألة؟ قاعدة لها شواهد كثيرة في اصول الفقه يعني، وفي فروع الفقه المختلف، انك انت تحمل المطلق على المقيد. وعلشان كده قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم حس على ذكر الله بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس كثيرا. وهذا الحديث سيدنا عبد الله بن عباس بيتكلم على ان بعد المكتوبة كانوا يجهروا بالذكر، فحمل المكتوبة دي المطلقة دي على المقيد اللي هي صلاة الصبح، اللي وارد ان النبي كان يحث على الذكر الى طلوع الشمس فيها. فهمت معنى كلامه؟ فعلشان كده هو ترجح عنده انه ربما يقصد سيدنا عبد الله بن عباس صلاة الصبح. فهمت؟ ادي حمل المطلق على المقيد. ويكون تخصيصا له. وإذا كان كذلك فالعمل من ذلك الوقت إلى هلم جر عليه، لأن الغالب من الناس اليوم إذا خرجوا من صلاة الصبح جهروا بالذكر، لأن الوقت وقت خلوة في الطرق من الناس، إلا الذين خرجوا من الصلاة، وخرجوا من الصلاة لا يكون إلا متفرقين غالبا، والنفوس في ذلك الوقت منورة متنعمة بالذكر، وكانت بيوتهم رضي الله عنهم قامة وبسطة. يعني بيته كان سقفهم ما كانش عالي قوي، كان بيت الصحابة قامة وبسطة، يعني لما يعمل ايده كده وهو واقف جسمها قامة وبسطة، يطول السقف، كانتش اسقفهم عالية، بيوت ضيقة، وكان يغلب عليهم قلة العرض. وكانت بيوتهم رضي الله عنهم قامة وبسطة، فكان يسمع ذكرهم من المنازل، وأهل المنازل منهم مستيقظون، لا يحبسهم في المنازل إلا الأعذار. وما منع الناس اليوم من سمع الذكر في ذلك الوقت إلا تعلية المباني وكثرة النوم والغفلة. فيكون معنى إخبار ابن عباس رضي الله عنه بهذا من أجل أن يعتقد معتقد أن إظهار الذكر ذلك الوقت مفضول بالنسبة إلى الذكر الخفي، لأنه إذا كان في الطريق وهو وحده لا فرق إذ ذاك بين الطريق وبينه وبين بيته، وبيته لأنه هو في الطريق منفرد وبيته منفرد، ما فيش فرق. وتنبيه منه أيضا على التأكيد بالاشتغال بالذكر في ذلك الوقت وكثرة الحض عليه، لأنه يزيد في الرزق. خد بالك أن كثرة الذكر في الوقت ده برضو قال لك أن إيه؟ بيقسم الأرزاق وقت طلوع الشمس. فكان إيه؟ النبي يحس أمته أن هم يذكروا الله وقت إيه؟ تقسيم الأرزاق، لعل الله يوسع على أرزاقهم أو يبارك في أرزاقهم.
لكن خد بالك ما يبقاش ذكرك من اجل الرزق، والا قاعد بتذكر من اجل دنيا. خد بالك ما تبقاش خسيس الطبع، فهمت؟ ما تخليش عبادتك كلها من اجل دنيا، خليها من اجل دنيا واخر، لكن ما تخليهاش من اجل دنيا بس، والا دي خسه، فهمت؟ خسه الطبع وقله الديانه وقصر ايه نظر وطول امل، وكلها مساوئ في المؤمن. فعلى الانسان ان هو يخلي عبادته صالحه لحياه ارحب واوسع بدل ما يضيقها على امور الدنيا. يعني في ناس يقرا سوره الواقع كل يوم، تقول له بتقرا ليه؟ يقول لك اصلها بتزود الرزق. طب ما خدش ثواب قراءه القران ولا التعبد، ده بيقراها علشان الفلوس تكتر معاه. لكن اقراها كل يوم عشان قران وعلشان فضلها، ولعل الله يبارك لنا، ما يبقاش كل هدفك هو كده بس، فهمت؟ فخد بالك ما تبقاش من العوام. الطريقة بتاع الكلام ده كلام العوام اللي هم حديثي إسلام. ربنا سبحانه وتعالى جعل قدام كل عبادة فضل معين علشان يغريهم بيها، ده لحديثي الإسلام. وانت راجل مش حديث إسلام، ده انت مسلم من وانت في ظهر أبيك وأمك من آلاف السنين. الحمد لله اتولدت من أب مسلم، وأبوك مولود من أب مسلم، وأب وأبوك مولود من أب مسلم، فأنت مش حديث إسلام. فما تجيش تخزي نفسك وتعامل نفسك بما كان يغري النبي صلى الله عليه وسلم به الأعراب الأجلاف اللي لسه داخلين في الإسلام النهاردة، يؤلف قلوبهم، فهمت؟ فأنت ما تخزيش نفسك، ارفع نيتك وهمتك، فهمت بقى المسألة؟ لأنه يزيد في الرزق، فإن الرزق يقسم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فالذي كان في ذلك الوقت مشغولا في عبادة يكون رزقه أوسع على ما جاء به الأثر. ويترتب على ما في الدليل من الفقه أن الطاعة إذا كانت سببا لزيادة الرزق فالاشتغال بها أولى، لأن بها يحصل خير الدنيا والآخرة. وقد جاءت الأثار أيضا في هذا النوع كثيرة، ولذلك كان أهل الصفة أقل اهتماما في طلب الرزق لتيقنهم بهذا وأمثال، وكانوا أحظى حالا في الدارين، إلا أن هنا شرطا، وهو أن يكون شغله بالطاعة خالصا لله عز وجل لا من أجل الرزق، فإنه إذا كانت طاعته من أجل الرزق فلا دنيا ولا آخرة. وفي معناه قيل إن الخير بالطاعات منوط، وصاحبها بالبركات موصوف، والمعاصي صاحبها ممقوت، وداراه بالبلاية محفوفتان. وقيل أيضا داراك بالطاعات مربحتان، واتقاء السوء بها معروف. وهذا البحث على أن الذكر كان منهم عند خروجهم من المسجد. وأما إن حملنا الانصراف المذكور على خروجهم من صلاة المكتوبة فلا حاجة إلى هذا البحث كله. وقد قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري لما أن تكلم على هذا الحديث، قال: يحتمل أن يكون هذا الجهاد في بلاد العدو، فإن كان على هذا فالعمل عليه إلى الآن، لأن السنة أن المجاهدين إذا انصرفوا من المكتوبة في الخمس يرفعون أصواتهم بالذكر ليرهبوا بذلك العدو، وإن لم يكن محمولا على هذا فهو منسوخ بالإجماع، والإجماع لا يحتج عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. يا الله، اللهم يا خبير، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي تجليت عليه باسمك القدير باسمك الخبير، فوجهت العباد إليه ليسألوه عنك، فقلت في محكم كتابك: الرحمن فاسأل به خبيرا. الخبير هنا في الآية دي هو النبي. ووجهت له الخطاب فقلت له: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. عرفناها بالآية دي، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، والرحمن فاسأل به خبيرا، يبقى الخبير هو النبي. فتجلى الله عليه باسمه الخبير بهذا الدليل: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فدل بك عليك صلاة أنال بها قسطا من هذا الإرث، فأصبح خبيرا بما يوصلني إليك ولا يحجبني عنك، خبيرا بنفسي تزكية، وبقلبي مراقبة، وبروحي شهودا، وبسري شوقا، وبفتن زماني تجنبا، خبيرا فيما أقمتني فيه حتى أتقنه وأحسنه، لعلي أقرب من رحمتك التي هي قريب من المحسنين.
اللهم يا حليم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله المعروف في الكتب السابقة بأن حلمه يسبق غضبه ولا يزيد جهل الجاهل إلا حلما، فلم ينتقم لنفسه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله، فكان حلمه سببا لاجتماع القلوب حوله وعليه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلي يا ربي عليه صلاة تورثني بها حلما من حلمه حتى يزول من قلبي شهوة الانتقام، فأقضم غيظي وأعفو عن من ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأدعو لمن أذاني متحققا بالحلم، فيستوي عندي المدح والذم، ولا أتعجل ما أراد الله تأخيره، ولا تأخير ما أراد الله تعجيله، رضا مني بقضاء الله وقدره، ولا آمن مكر الله اغترارا بحلمه، فأقبل على الطاعة بقلب وجل خوفا من لقاء الله وعدم القبول، فلا يجمع علي خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم يا عظيم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي عظمك فعظمته ذاتا وصفاتا وأخلاقا، فصار أسوة للعالمين، وإماما للمتقين، وشفيعا للمذنبين، ونبيا للأنبياء والمرسلين، وشاهدا على العالمين، صلاة تنسبني بها إلى نبيك العظيم رسول رب العرش العظيم، فأكتسي من عظمته وأنال من أخلاقه وهمته قسطا يؤهلني لشفاعته، ويحشرني في زمرته، وتسقيني بسببه من حوضه بيده يا علي يا عظيم يا الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.